بذكرى الشباب بالنسبه لماده القوانين والتشريعات. طبعا دي المحاضره تقريبا الثالثه، لان احنا خدنا زي ما انتم عارفين خدنا المحاضره الاولى قانون البنى ولخصناه الى رسومات، وخدنا كل التكست بتاعه ولخصناه الى رسومات عشان نفهم ايه الموضوع ونقدر نستعمله في التصميم المعماري في المباني بتاعتنا. ثم خدنا التمرين بتاع المساله اللي هو ارتفاع المبنى وعروض مناور الخدمه والمناور السكنيه والبروزات والكلام ده كله. برضه نفس القصه دي هنعمل على اكواد اشتراطات تصميم مكافحه الحريق ووسائل الهروب، اللي هي كل ما يخص التصميم بتاع الفاير فايتنج وبتاع الاسكيبنج روتس وترافل ديستانس وكل المصطلحات دي كلها اللي بيتغلب بالعربي. المادة في الغالب هنستعمل اللغة العربية في المادة زي ما قلنا، بس برضو في وسط الكلام ده وفي وسط قرايتك للمراجع المختلفة انت هتشوف بعض المصطلحات الانجليزي اللي ليها مرادفات في العربي. فانا جايب لك ملفين نزلتهم على الجروب وعلى الفيسبوك، ثم في المعيدة هتنزلهم طبعا على موقع الجامعة. الاثنين دول هم دول فيهم تلخيص كل موضوع، ادرسهم كويس واقراهم وحولهم الرسم. وده موضوع الاسايمنت 3، هتحول كل التكست والاشتراطات البعديه واي مسافات وارتفاعات وابعاد واي حاجه فيها ارقام تحولها الرسم. هو ده موضوع الاسايمنت 3. انا برضو هديك امثله بسرعه كده، تعال اتفرج على الملفين دول. اهو زي ما انت شايف احنا هنا بنتكلم على ايه؟ احنا جايين لك بعض الملخصات للاكواد التصميم. هو طبعا يعني معدات التصميم بتيجي بدري وانا بصمم المبنى في الاول خالص، علشان ما يعني ما ينفعش خالص تصميم بدع واتفاجئ بيها ان انا ما عملتهاش. عروض ممرات، عدد ابواب، عدد سلالم، هروب، ارتفاعات فراغات، فتحات تهويه، كل ده يخص موضوع مكافحة الحريق. ماشي؟ اللي هو بيبتدي من الهيكل الإنشائي المقاوم للحريق، بنفصل الفراغات الخطرة وذات الخصوصية زي مثلا المخازن ومناطق ولادات الكهرباء، بنختار مواد التشطيب المعمارية المناسبة بتكون فاير ريتد. ماشي؟ بنهوي الفراغات المعمارية تهوية جيدة، وحساب الفتحات موجود برضو في الكود جوه، والممرات كلها لازم تؤدي إلى بطاريات الحركة وسلالم الهروب. طبعا مش بتكلم على المصاعد الكهربائيه انها في حاله الحريق في الغالب ما بنستعملهاش. خلاص حتى لو كانت شغاله على المولدات برضو من الخطر تستعملها، فطبعا الافضل ان انت تنزل على السلالم. وطبعا في مخالب وسلالم طوارئ زي ما قلنا، وابوابها نفسها عازله للحريق، وكمان ما تردش لورا دخان الحريق او تدخله في فراغ عنصر الحرق الراسي عشان ما يخنقش الناس ويختلطوا هم بينزلوا من الادوار العليا الى الشارع بره. كل الحاجات دي كلها هتقراها وتشوف افكارهم احتواء الحريق عشان نمنع انتشاره لو حصل. يعني بنمنع الحريق اصلا يحصل، بس الفرض حصل لازم نمنع انتشاره بره. يبقى في محددات تصميميه كتيره بنقسم المبنى، منها ان احنا لازم نقسم المبنى الى زونز، اللي هو الزون ده 400 متر. خلي بالك طبعا الارقام دي حولها الى رسومات، يبقى الرسومات بتاعك عباره عن صفحتين اي 4 كفايه، مجرد بس بتلخص في كل الدش الكتير ده بتلخصه الرسومات. خلاص بفرض المبنى ده مثلا فيه 400 متر، كل زون منهم ليهم مداخل الخروج على الشارع مباشره، ولو ادوار عليا ليها سلالم وهروب مباشره، سواء سلالم جوه المبنى او بره المبنى، هنتكلم عليهم وتقراهم برضو. يبقى اذا الزون بتاع الحريق ما زادش 400 متر عشان يعرف يسيطر عليه ويفصله. كمان لاحظ ان في فواصل فاير ريتد ما بين الزونات دي مختلفه، لو حصل هنا ما انتقلش الحريق للدور، والعكس لو حصل هنا ما انتقلش للدور، لو حصل الاثنين ما انتقلش للثالث وهكذا. يبقى اذا الفواصل تعمل اوتوماتيكيا عند حدوث الحريق، بتلاقي الزونز دي كلها قفلت، فدول لو في حريق بيضطروا يهربوا من هنا لان بنحافظ على بقيه المبنى من الناحيه الثانيه من الجهه الاخرى. برضو بتركب ابواب
ابواب مخصوصه للحريق برضو، وبتستعمل فاير ستوبس برضو، وبيشتغل معاك مهندس الكهرباء والميكانيكا الاثنين، وانت بتصمم اشتراطات مكافحه والهروب من الحريق. برضو بيدخل معاك مهندس الميكانيكا والكهرباء مع البدري في المراحل الاولى للتصميم. يبقى في وسائل انذار مبكر، في نظم انذار اوتوماتيكيه كهربائيه الكترونيه، وفي نظام انذار برضو يدوي، سواء لو هو جرس في العلب الحمراء اللي بتشوفها في المباني، بكسر الازاز بتاعه وادوس الجرس يبقى انا اديت اشاره ليه ان في حريق، او في ديتكتورز في السقف هي اللي بتاخد اشاره الدخان او ارتفاع درجه الحراره وبتحولها الى انذار على طول. يبقى عندنا الديتكتورز الكواشف الحريق، فيها اربع انواع، في فليم وسموك وهيت وجاز، طبعا اشهرهم سموك اللي هو خاص بالدخان، لما بيستشعل الدخان على طول بيدي اشارات في اللوحات الايه الالكترونيه او الكهربائيه بتاعه السيستم على المبنى كله. وطبعا ممكن لو في دخان زياده، دخان سجاير، اي مصدر دخان، ممكن يبقى فيه برضه فولس الارمز، اشارات غلط، ممكن وارد. برضه في وسائل انذار صوتيه بتدي سرينه او بتدي اشارات ضوئيه لو انقطع الكهرباء، لازم كل الانظمه دي بتشتغل على مولدات خاصه بيها عشان لو اتقطع التيار الكهربي على المبنى كله. برضو الزر زي ما قلنا من شويه، بتكسر الازاز وتدوس على زر الانذار. برضو اقرا انت طبعا بالتفصيل، اقرا كل ده وحوله الى رسومات. زي ما قلنا زونات الحريق 400 متر، وبرضو في انذار لخص، ممكن تلخص برضو وتكتب النقط الاساسيه، يعني في انذار حريق، في ادفاع حريق بالميه، في ادفاع حريق بالغاز. بالغاز لو غرف كهرباء ما ينفعش اطفي النار اللي فيها بالميه، لازم استعمل ازاز معينه او بودره حتى عشان اطفي النار اللي في المعدات الكهربائيه. ما ينفعش ميه اطلاق، اذا في عندنا سبرينكلر اللي هو بالميه، وفي نوزل اللي هو بالغاز. وفي طبعا الحريق اوتوماتيك، رش حريق، رش ميه اوتوماتيكي في الاسقف، او في الاسقف يعني سواء ميه او غاز. وفي طبعا الطفايات اليدويه، اكستنجوشرز، وفي برضه ايه الخراطيم الاطفاء اللي هي الهوز ريلز والكلام ده. طبعا ده الضغط، مضخه الميه من 2 ل 10 بار، في رايزرز، في معدات الاطفاء زي ما قلنا اليدوية والآلية. وفي برضو بالنسبة لل برضو ده طبعا لو مولد كهرباء طبعا بيتطفى بالغاز، ما في سيستم اطفاء حريق بالغاز اكيد مش المية. برضو الطفايات اليدوية، خراطيم الاطفاء، صندوق الاحمر انت بتشوف فيه ممرات المباني العامة، وطبعا المسافات اللي استتحط الكمائن خارجين ميه ايه؟ بتحط ايه؟ مسافات 25 لازم 25 متر، كل ده هتلخصه الى رسومات. وبرضه الرسمه دي مهمه جدا وخاصه بالترافل ديستنس. ترافل ديستنس يعني ايه؟ لما انا اكون جوه الفراغ المعماري بحسب المسافه والوقت اللي انا اقدر اهرب منه لو تلقيت اشاره ان في حريق. بكون في الاوضه دي طبعا المسافه ايه؟ بطلع من الاوضه، المسافه دي بمشي في الممر، المسافه سي بعدي في البطاريه نفسها، سواء انا في الدور الثاني او الثالث وانزل تحت المسافه سي راسيه، ثم المخرج في الاخر من السالم الى الشارع، دي المسافه دي. فطبعا ده برضه لخصهم واكتبهم. طرق الهروب طبعا ليها ايه؟ عروض، ليها عروض، وفي وقت الهروب برضو، وفي معدل تفريغ للناس برضو، شوف هو بتضايق وتحسب ازاي. وبرضو حتى لو اضطريت للبطاريات دي انها ما تكونش على اطراف المبنى قوي، يبقى في ديد اند، ديد اند بتبقى 6 متر، ما
منزلش على 6 متر عشان الاوضه دي تروح كده والاوضه دي تروح كده. يبقى اذا الديد اند ما ينفعش يزيد عن 6 متر. ده فضلا عن ان المسافات اللي بينهم لو رش اوتوماتيكي في حدود 45 متر، لو رش يدوي بيبقى 30 متر. برضو نرجع للارقام، الممرات والاشغال نفسه بيبقى ايه ماشي، والوحده الباب نفسها بتبقى 55 سنتي. يبقى انت عدد حسب عدد الناس بتشوف عن محتاج كام باب. خلاص اقرا كل ده طبعا اهي. وحده الهروب نفسها تساوي وحده مخرج تبقى تقريبا 55 سنتي، يعني كل باب بيحتاج وحدتين، يعني 110 سنتي في عرض كل باب هروب. برضو تعامل مع كل المعلومات دي كلها وحولها الى ايه المسافات بين المباني ما تقلش عن 6 متر، عشان بيقول لك هنا وصول معدات واليات رجال الدفاع المدني عربيه الاطفاء نفسها تعدي في ممر ما يقلش عن 6 متر عشان تعرف توصل مباني مختلفه. برضو ده الفايل الاولاني. الفايل الثاني برضو مهم، برضو في برضو معلومات كتيره حولها. لو سمحت حول كل الارقام دي كلها الى رسومات خاصه في التصميم النوافذ والفتحات اللي هي الشبابيك، يعني برضو ليها اكواد. وبرضو حساب عدد الشاغلين، الناس نفسهم عددهم كام، 3 متر ربع لكل شخص. لو ما عندكش معدل ليهم بتفترضوا كده، بتشوف الوقت اللي لازم الاشغال قد ايه، مسافه الانتقال زي ما قلنا في الفايل قبليه. وبرده بتشوف عروض الوحده، يعني الوحده بتاعتنا وحده خروج قلنا 55 سنتي، بتشوف بقى العرض قلب السلم حسب عدد اشخاص 100 200 300 بيزيد العروض طبعا معاها، وبيزيد عدد الابواب، بيزيد عرض قلب السلم كل ما يزيد عدد الناس. حوله برده رسومات. والدقيقة بيطلع فيها 25 شخص أو 40 شخص حسب الأكواد اللي عندنا. ولازم أي مبنى أو زون حريق لازم إيه؟ لازم يخلى خلال أقل من 3 دقايق يكون فاضي المبنى والناس كلها. لأن طبعًا الثانية بتفرق لما يكون في حريق. طبعًا الوحدات اللي هي 55 سنتي وحدة الخروج الاسكيب يونت دي 55 سنتي بتحسب ازاي؟ بتشوف عدد الاشخاص كلهم على المعدل في الدقيقه اللي هو 25 مثلا، بتضربه في الوقت اللي هو بالدقائق بيطلع لك عدد الوحدات اللي انت عايزها لزون الحريق حسب كثافه الاشغال داخل الفراغ المعماري. كل ده لما تقراه هتلاقيه بيتحول الى رسومات فعلا، لان بيقول لك كل الممرات في نهايتها لازم يكون في سلالم وابواب واضحه للناس وسرعه انتشار الدخان. اقرا كل ده. طبعا مواد الانشاء والتشطيب بس تكون غير، يعني بيبقى ليها فاير ريت معين، سواء تستحمل الاحتراق نص ساعه او ساعه الا ربع او ساعه او ساعه ونص، كل ده بيدخل معانا في ايه؟ في التصميم. دي طبعا بعض الرسومات الارشاديه اللي بتشرح الهروب يبقى ازاي، ومواقع البطاريات فين بالنسبه للفراغ المعماري، وسكيبنج روت فين، والبطاريه فين، وزمن الاخلاء ايه، ومصدر ترافل ديستنس هيمشي منين لفين الشخص اللي عايز يهرب. برضه في عناصر السير الرئيسيه برضه بتشتغل ازاي في الحريق. برضه مباني ايه فيها مواقع الاطفاء اليدوي والبكره او العجله بتاعه الخراطيم، وفي برضه الديتكتور والرشاشات الميه والكاسر اللي بيدي الاشاره الزر الاشاره. في برضه رسومات خاصه بالحقيقه. انا عايزك تتعود كده وتشوف ايه السكيب روت والفاير اكزيت بيبقى فين. طبعا واضح والفاير اكستنجوشر طفايات موقعها فين بالنسبه للفراغ، حاول تتعود على الكلام ده. و30 متر طبعا زي ما هو مكتوب، شوف المسافات دي. وشوف برضو البطاريات ازاي بتكون في نهايه ايه الممرات واضحه للعين، ما ينفعش ان انا اكسرها في الممرات. ماشي شكرا.